دكتور جيسي أز، اختصاصية طب أطفال، موجودة معنا بهالفقرة من سانتي. موضوعنا هو أهمية السجل الصحي. أهلا وسهلا فيك دكتور، وأهمية هالموضوع بالنسبة لكل الأهل اليوم حقيقة، خصوصي هلأ مع تغيير الأطباء. يعني للأسف كثير من الأطباء عم يغادرونا، وفي كثير من الأطباء يمكن ما لحقوا طبعا نقول شيء ثاني انه يعطوا سجل للبيشنت. صح، وعم ينقطع كثير يعني، وهي كمان يعني مزبوط. عم ينقطع لقاحات كثير، لا عم ينقطع السجل كمان يعني. مزبوط. قليل ما نلاقي سجلات بالمستشفيات. اوكي، يعني هو السجل يلي بياخذوه الناس عند الولاده هو مفروض هو يضل كل الوقت، والا بدنا نرجع نطلبه من الوزاره اذا مش غلطانه. اوكي، حفسر لك. هيدا السجل الصحي، اسمه سجل الصحي لانه هو ملخص عن صحه الولد، مش بس لقاحاته، من اول ما يخلق لحديد بلوغ سن الرشد ل 18 سنه، يعني مش اول سنين من حياته. هيدا السجل بتامنه الوزاره مجاني على كل المستشفيات، وكل ولد بيخلق بياخذ معه سجل على البيت مجاني. أوكي. وهذا السجل كل فترة بتم تحديثه، يعني منه أنه من 25 سنة بعده هو ذاته. إذا لاحظتي أو اللي عنده أولاد كبار بيلاحظ الفرق بين السجل الأولاني والسجل الثاني. كل ما يتطور الطب عم بتطوره الوزارة. أوكي. ومش من زمان تم ضم له كتيب صغير في إرشادات للأهل مع السجل بياخدوه وبيقروا، وكتير بفيدهم للعناية بطفلهم بكل مراحل حياته. أوكي. كيف مقسم هلا؟ بدنا نحكي كل التفاصيل. إيه، بس تقلك شو عم بتقولي لي انه عم بفلوا الحكمة. هذا السجل كمان هو سله تواصل بين الاطباء، عرفت كيف؟ يعني انا مجبوره ادون عليه ووثق الزياره بس يجي الطفل لعندي، نموه وكل شيء بفحصه مع اللقاح ان كان ساخن او لا. ساعتها اذا بده يرجع يتابع مع غير حكيم، او اذا سافر معه سجل وكل شيء موثق على هذا السجل. هيدا السجل المفروض يضل مع الأهل، مفروض يضل مع الأهل ومفروض يكون سري. يعني هيدا السجل في كل شيء عن صحة الولد، ما مفروض حدا تاني يعرفه. يعني أنا وقت المدرسة أو الحضانة بتطلب السجل الصحي، مفروض بس يتصور صورتين عن اللقاح، صورة عن اللقاح بس، مش عن شو بالولد وكل يعني هو التفاصيل الحكيم بيعطيها بالتقرير إذا انطلبه. بس هيدي المعلومات كلها موجوده كمان عند الطبيب، موجودة بالفايل تبع الولد، موجوده عند الطبيب، بس انت مش على طول بتضلك عند ذات الطبيب، دونك مفروض الطبيب يوثقها بالسجل. يعني السجل لازم يكون كومبلي. نعم. هيدا السجل منه بس سجل لقاحات. دونك عم تقولي لي من شو مؤلف؟ انا كطبيبه بستلم الولد اجمالا على عمر الاسبوع، اذا انا ما شفته بالاوبيتال. على عمر الاسبوع الاهل ما رح يعرفوا كثير يجاوبوني، اول صفحات في كثير بفيدوني، يعني عن الولاده وما قبل الولاده، بشوف اذا هالولد عاز انعاش او لا، بشوف اذا هالولد عاز اكسجين او لا، قد ايه خلق وزنه، هالولد عمل فحص سمع بالمستشفى، هو كلهم السجل بقول لي اياهم، عمل فحص سمع، عمل طعم الصفيرة قبل ما يفل، عمل الكشف الوراثي، الفحص اللي بيكشف عن الأمراض الوراثية أو لا. هو القصص أنا بتهمني، وإذا سألت الأهل هلأ ما رح يعرفوا يجاوبوني، بيقولوا لي نحن دفعنا هالقد بس ما بنعرف على شو. نحن عرفت كيف؟ دونك كتير مهم يكون مدون أول هو المدونين بأول الصفحات. بيرجع يتتالي ملف الدورات، المعاينات الدورية كمان نحن منحب نشوف الولد على عمر الشهر، بنرجع منشوفه على عمر الشهرين، وأول سنتين من الحياة منحب نشوفه كل شهرين لنأمن له كل اللقاحات ولنتابع النمو الجسدي والعقلي عنده وليكون كومبلي. هي عدا عن طبعا المعاينات الطارئة والاستشفاء، إذا فات على المستشفى هو كمان لازم يتدونوا على السجل. هيك بيكون سجل ترو كومبلي. نعم. لكن منه بس للقاحات، لكل المشاكل اللي بتصيب، معناتها نحن فينا نقول انه سهل انه يكون طبيب ثاني عم يستمر بمراقبه معاينه ونمو الطفل. صحيح. حسب ما عم نسمع من حضرتك، يعني مفروض تكون الشغله فيها استمراريه وكثير هيك. صح. سلسه يعني. صح 100%. اذا الاهل التزموا وجابوه معهم على طول، يعني انا بقول لهم هيدا باسبور لكم، عنا هيدا باسبور بتجيبوه على عياده الاطفال. نعم.
خلينا ناخذ راي مشاهدينا على 0464 اذا اي حدا عنده اي سؤال لدكتور ازي موجوده معنا اليوم. موضوعنا هو اهميه سجل الصحه عند الولد. اي سؤال، اذا حدا ضيع سجل، اذا حدا انتلف سجل عنده، نحن مرقنا بمصايب كثيره بلبنان ممكن يكونوا هالسجلات راحوا. منشان هيك عم نقول انه الفايل موجود كمان عند الطبيب، دونك هيدي نسخه كمان أول شي. بس اذا ضاع السجل، ليك نحن بلبنان بالنهايه، بس لازم تصير القصه اكثر على الكمبيوترايزد، يعني يكون اكثر نازله على الكمبيوتر ان شاء الله بالمستقبل. بس بعد هلا انت ببلد تيار مود، يعني منه انه نحن تيار مود اقل كم ولو دكتور يعني بهالقصص اكيد يعني هلا انت بعتقد كل شيء قصدك بدنا نقول لمرتبه 10 للاسف سو هيدي الشغله مهمه يعني ان شاء الله بتصير بيوصل كيف اصلا يعني لاحظت بهالسنتين بالكورونا كيف المدارس عم تبلش تدرس على الانترنت وعلى اوكي بعتقد انه لازم يصير الكارنيه هيك. نعم ما بعود بديع شيء اذا كله هلا رح استطرد شوي. تفضلي بدك تزيدي شيء كنت بدي بس بعد احكي عن اخر ورقتين اللي بهموا الناس اللقاحات. كلمه صغيره وسريعه انه ما في لقاح اساسي ولقاح ضروري ولقاح اختياري، لانه نحن لاحظنا هالسنتين هيدي كثير بنسال عليها هلا بظل هيدا هو كان سؤالي على عن جد، لانه بيجوا بيقولوا لي هيدا اختياري ضروري نعمله هي اساسي. اول شيء هالسنتين الامراض اللي زادت هي من الامراض الاختياريه، يعني انا وياك شفنا صفيرقه، شفنا التيفوئيد، وهيدا الطعم تبعهم لقاحهم اسمه لقاح اختياري. يعني ما في شيء اسمه اختياري، المرض والفيروس لو ما لقيوا انه بيقتل وبيأذي ما انعمل له لقاح، بس المشكله انه هيدا منا مأمنته الوزاره مجاني للاولاد، دونك اول صفحه منشان هيك بيقولوا اختياري يعني للمقتدرين بس السحايا منا اختياريه هول يعني ما بيختاروا الاشخاص اللي بدهم يسيبوهم صح ان شاء الله ان شاء الله بيرجعوا بيندعموا تا هيدا مثل صرخه اهل بيرجعوا بيندعموا هاللقاحات اللي مش مسميينها أساسية وبيقدروا الناس يحصلوا عليها كلهم، هيك بنحمي كل الأولاد. ما هي اللي تقدر تكون مدعومة من الدولة لحتى تصير كلها مش اختيارية، لأنه طالما عم نقول اختيارية فمعناتها الناس اللي مش قادرين ما رح ياخدوا هيدا اللقاح للأسف. نعم. ونقطة تانية، اللقاح الأساسي هن بسموه أساسي لأن موجود بالمستوصف وبيمشوا على رزنامة خاصة بالمستوصف، هيك الوزارة هي طالبتها، بس نحن بالعيادات ما بنمشي على هالرزنامة، إجمالا بنمشي على الرزنامة المطلوبة من أمريكا، يعني مش من وزارة الصحة. يعني الولد أوقات بيتساءل إنه ليه نحن أعطيناه 3 جرعات بينما بالمستوصف أعطيوه جرعتين، أعتبره من طعم الرئوي اللي هو الطعم كثير غالي هلا بالعياده وموجود مجاني بالمستوصف. دونك لازم يعرفوا الاهل انه نحن ما بنمشي على زيت الرزنامه تبع الوزاره، الوزاره يمكن مجبوره تلتزم بالمنظمه الامم هي شو طالبه، نحن بالعيادات بنمشي مثل ما ريكومنداسيون امريكان او فرانسيز بتطلب منا وغير رزنامه، هيدي النقطه بدي بس هون شو ما بتفرق كثير، يعني هن بدل ما يامنوا لك جرعتين قبل 6 شهور بالنهاية ما قادرين يمكن يأمنوا 3 جرعات، عرفت كيف؟ سو مشان هيك منه غلط الرزنامة تبعهم، منه غلط، على القليل عم يحموا الناس اللي ما قادرة تفوت على العيادة. بس إذا بالعيادة انعمل جرعة زايدة مش يعني هي زايدة، هي هيك مطلوبة، بس هيدي كتير عم ننسأل عليها مشان هيك حبيت وضحها بكم طعم أوكي للأهل. إذا ضاع السجل شو بنعمل؟ بينطلب من الوزاره فيك تطلب سجل ثاني اكيد هو من وزاره الصحه هي الوزاره بتامنه مجاني على كل المستوصفات، كل ولد بيخلق في ماده انه بحق له يحصل على سجل، بس انه عم اقول لك ايديال ما هلا عم بدي عم نرجع نعمل لهم نحن سجلات وهيك حاليا ايه عم نعمل لهم واحد براتيك عم بيكون سجل لقاحات انجا، عرفت كيف؟ مع وزن وطول، مع انه هو السجل الصحي كله بتعرفي قد ايه تخين وفي كثير قصص مهمه، في فحص السمع كل فترة. وما بدي أنسى كمان دور طبيب الأسنان اللي هو منه عارف أنه لازم يكون عارف أو الأهل مش عارفين أنه لازم ياخدوا معهم السجل عن طبيب الأسنان تيقيد لهم إرشادات ويقيد كمان معينته، يعني هيدا سجل كومبلي. دكتور جسي أزي طبيبة أطفال شكرا كثير لك لهالتوضيحات، ضروري الانتباه وضروري نتابع هيدا الموضوع، ما ننسى السجل بالبيت وقتها نروح نعمل فيزيت عند الحكيم لأنه بتصير مع الكل بفتكر هيدي. رح ناخذ بريك صغير وبنرجع. ميرسي.